في مدينة كبيرة في منطقة تتارستان الروسية يوجد تمثال غير عادي للديكتاتور السوفيتي جوزيف ستالين، أقيم على أرض مدرسة خاصة، حيث يبدو ستالين جالساً على أحد المقاعد منحنياً ويدعو المارة للجلوس معه والتفاعل والتحادث معه أيضاً. ومن خلال وضعيته وإيماءاته وملامح الوجه يبدو ستالين وكأنه يستمع بتمعن وصبر ويشرح شيئاً ما، وهو ما يشكل تناقضاً صارخاً مع الواقع الحقيقي والوحشي لفترة حكمه، حيث طرد حوالي 2 مليون مواطن سوفيتي من منازلهم ونقلوا إلى معسكرات العمل القصري، كما أعدم 700,000 شخص للشك في ولائهم للفكر الشيوعي ولحكم ستالين. وما يجري الآن في روسيا هو إعادة تأهيل صورة ستالين وتلميع هذه الصورة لدى الشعب بدعم واضح وصريح من الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يريد أن يشغل الروس بعظمة وطنية وأمجاد قديمة ويصرف انتباههم عن التوترات الاجتماعية والسياسية نتيجة حرب أوكرانيا وانخفاض معدلات التأييد الشعبي له، إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد وانتشار الفساد. واللافت للنظر أن استطلاعات الرأي التي أجراها مركز ليفادا، وهو منظمة مستقلة مقرها في موسكو، أظهرت أن ما يقرب من 70% من الروس يوافقون على السياسات التي انتهجها ستالين ويعتبرونه أيضاً بطلاً قومياً. وانتقد كثيرون في الدوائر الفكرية في روسيا استطلاع مركز ليفادا باعتباره ينسجم تماماً مع رواية الكريملين، وقالوا إن موافقة الشباب على اعتبار ستالين شخصية عظيمة هو بسبب الجهل، فهم يتعلمون عن ستالين المحدث اللبق وليس عن ستالين وعهده المرعب. وتشير البيانات إلى أن حوالي نصف الروس وخاصة الشباب لا يعرفون شيئا عن القمع والعهود الماضية المظلمة. هذه النتائج شكلت صدمة لبعض الروس الذين يعتبرون ستالين نموذجاً لعصر الخوف والقمع، وهما أمران مألوفان في ظل حكم بوتين الذي أمر بقمع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية بقسوة بعد خروج الآلاف من الناس إلى الشوارع لدعم زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني. يقول فاليري بورتشيف، وهو معارض روسي وناشط في مجال حقوق الإنسان، لقد أمضيت حياتي في هدم نظام ستالين الشمولي الذي قتل مئات الآلاف من خيرة النخبة الروسية. وما يجري الآن في روسيا هو بناء مراكز في جميع البلاد تحت اسم مراكز ستالين لإعادة إبراز جوزيف ستالين بوصفه رجل التاريخ العظيم، مما يعزز الدعم الشعبي لبوتين في حربه في أوكرانيا. وتهدف هذه المراكز أيضاً إلى إلهام الزائرين بمجموعة كبيرة من صور ستالين وخطبه وتماثيله النصفية وغيرها من أدوات الدعاية السياسية، وكل هذا يحظى بدعم صريح وثناء من الكريملين مركز الحكم والسلطة في روسيا. ويبدو أن فكرة مراكز ستالين ألمح إليها بوتين، الذي كان يدعو دائماً إلى تمجيد ستالين ويصفه بأنه رجل عظيم تمكن من الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وإطلاق الروس اسم النازيين على حكام أوكرانيا حالياً فيه إسقاط لشخصية ستالين على شخصية الرئيس الحالي بوتين، الذي بدوره يواجه النازية الأوكرانية كما يقول.
يوجد الآن في أنحاء روسيا أكثر من 100 نصب تذكاري لستالين، وقد شيدت معظمها خلال فترة حكم الرئيس بوتين الذي يبدو وأنه يتلاعب بإرث ستالين أو الاستيلاء عليه في سعيه إلى الترويج لرؤيته الخاصة بالدولة القومية العسكرية لروسيا، والتي يصفها العديد من المحللين الروس والغربيين بأنها ستالينية جديدة. ويقول المعارضون الروس لبوتين إن لينين هو مجرد شخصية في ضريح أو في المتاحف، أما ستالين فهو واقعنا اليومي، ونظام بوتين مرتبط بفكر وسياسة ستالين. ستالين كفكرة وممارسة هو راعيهم ومصيرهم وسيرتهم الذاتية. وتمنح مراكز ستالين أهمية كبرى للجيل الجديد الذي أصبح هدفاً رئيسياً لهذه الحملة الدعائية المؤيدة لستالين وسياساته، كما أن الكريملين يخطط هذا العام لتنظيم عرض رياضي جماعي للشباب الروس في الساحة الحمراء، وهو الأول منذ وفاة ستالين في عام 1953. كما نظمت هذه المراكز احتفالات واسعة بمناسبة ذكرى ميلاد ستالين، وحمل الشباب والأطفال يافطات كتب عليها مرحبا بستالين العظيم. ويبقى السؤال الأخير، هل تتجه روسيا إلى حكم ستاليني جديد يقوده بوتين؟ تقول صحيفة واشنطن بوست إن الوضع حالياً يختلف كثيراً عن زمن ستالين، واعتماد بوتين فقط على الأجهزة الأمنية وعلى شبكة محدودة من المؤيدين لا يضمن له السلطة المطلقة التي كانت لستالين، والأساطير التي كانت تسيطر على عقول الناس في الماضي ومهما كانت خادعة لم يعد لها جمهور مؤيد. وتتابع الصحيفة فتقول إن إخفاقات الجيش الروسي في أوكرانيا والضغوط الهائلة على الاقتصاد الروسي أضعفت ادعاءات بوتين بأنه الرجل الذي أنقذ روسيا من الفوضى والارتباك. روسيا اليوم هي على مفترق طرق حاسم، فإما تتجه بحذر إلى ديمقراطية فعلية تكون الكلمة فيها للشعب وخياراته، وإما تقع في براثن حكم الشخص الواحد والرأي الواحد فيذهب بها إلى واقع محكوم بما رآه الروس سابقا في عهود الشيوعية البائدة.